يعطيك العافية. خليني اليوم أكمل على مادة الميكانكس اوف ماتيريالز اللي راح نحكي فيها اليوم عن تشابتر 9. تشابتر 9 بحكي عن ديفليكشن اوف بيمز. هلا إذا في عندك بيم، عندي يا زي هيك سمبلي سبورتد بيم، اللي هون عندك بين سبورت، هون عندك رولر سبورت. طول البيم عندي ال، عليه فورس بي، بعيدة مسافة A عن ال A support اللي عندي هون. أوكي، هلا بعد ما أطبق ال force P حصير في عندي تغير في شكل ال beam هذا، صح؟ عندي راح يصير curve زي هيك. أوكي، هسا ال curve هذا تبع ال beam راح يكون في إله function أو equation اللي راح أسميها y of إنه x. اوكي شباب، هلا y of x هاي عندي اياها equation توصف البيم deflection. اوكي، هسا عند ال point force هون ال deflection عندي اياها maximum او y maximum، او انه y at a انه x بتساوي عندي اياها a، ال deflection عندي اياها maximum. اوكي شباب، هلا سؤالنا هون كيف نوجد y of x هاي منها نطلع الماكسيمم ديفلكشن. اوكي، هلا لو ذاكرين تشابتر 4 في تشابتر 4 انه قلنا واحد مقسوم على رو بتساوي عندي اياها المومنت m as the function of the variable انه x مقسومه على اي اي. هلا الرو سميناها radius of curvature، الاي الالاستيك مودولاس، الاي كان عندي اياها المومنت اوف انيرشا، والام المومنت. اوكي، هسا لو بنرجع للكالكولاس، الواحد مقسومة على رو عندي اياها تقريبا بتساوي المشتقة الثانية للواي بالنسبة لإكس. أوكي، هلا الاشتقاق هذا عندك إياه في الكتاب بس ما راح أخوض فيه هون، بدي إياك بس تعرف إنه الواحد على رو عندي إياها تقريبا بتساوي المشتقة الثانية تبعت البيم ديفلكشن واي لإكس بالنسبة لإكس، المشتقة الثانية أوف واي بالنسبة لإكس. أوكي شباب، هلا منه إنه دي تو واي مقسوم على دي اكس تربيع راح تكون عندي اياها بتساوي ام اكس ام اوف اكس مقسوم على اي اي. هلا الايكويشن هاي بنسميها الاستيك كيرف فورمولا. اوكي، الاستيك كيرف فورمولا. اوكي، هلا احنا بدنا نوجد منها واي، انا بدي اطلع البيم ديفليكشن اللي عندي واي اوف انه اكس. اوكي، هسا لو بنضرب بضربه تبادلي حيصير عندك انه اي اي في المشتقه الثاني اوف واي بالنسبه لاكس بتساوي عندي اياها ام اوف اكس. اوكي، هسه لو بنعمل التكامل كامل لي هاي بالنسبه لاكس مره، وانه هاي كمان بالنسبه لاكس مره من 0 الى اكس، من 0 الى اي بوينت في البي. اوكي شباب، اوكي تمام. هلا بعد ما اكامل هاي مره حيطلع عندي اياها المشتقة ولا بس. اوكي، هلا هاي حيكون عندي اياها التكامل من 0 الى x of m of x dx. اوكي، هلا التكامل هذا عندي اياه شو راح يكون؟ عندي اياه قيمة التكامل نفسه زائد سم كونستانت عندي اياه c 1. اوكي، قيمة التكامل زائد سم كونستانت c 1. اوكي، هسا لو بنكامل الطرف هذا كمان مرة والطرف هذا كمان مرة حصير عندي ايش؟ اي اي في واي مشتقة هاي عندي اياها واي. اوكي، في بتساوي عندي المشتقة، عفوا التكامل، لا التكامل هذا كامل او للمقدار هذا كامل اللي حيكون عندي ايش؟ التكامل من 0 الى اكس اوف التكامل الى المقدار هذا اللي عندي من 0 الى x m of x dx plus
سي 1 الكل عندي دي اكس اوكي. هسه لو بنوجد التكامل هذا او بنفك التكامل هذا راح يطلع عندي تكامل من 0 الى اكس اوف التكامل من 0 الى اكس ام اكس دي اكس صح في دي اكس هاي زائد التكامل هاي بالنسبه لاكس عندي سي 1 اكس اوكي زائد راح يطلع معي كمان كونستانت من التكامل الثاني راح اسميه سي 2 اوكي. هلا مع شويه ترتيب هون راح يطلع معي انه y of x هون عندي اياها بتساوي 1 على اي اي في افتح قوس كبير التكامل من 0 ل x of التكامل من 0 الى x of m of x dx الكل dx plus c1 x plus c2 اوكي. اسكر القوس اوكي شباب. هلا C1 وال C2 هذول حكينا عندي اياهم ثوابت هذول بنطلعهم من ال boundary conditions. C1 and C2 are constants to be determined from boundary conditions. ال BCs. ال B boundary C conditions last عندي اياها جمع. اوكي؟ BCs. اوكي؟ اوكي تمام. هلا ال boundary conditions عندي اياها بتعتمد على طريقة السبورت هلا كيف البيم عندي اياها مثبت اوكي شباب. هلا نشوف كيف مثلا اذا عندك كانت ريفرد بيم زي هيك اوكي طوله ال اوكي. هلا اذا كانت البوينت هاي عندي اياها انه اكس بتساوي عندي اياها زيرو هون عندي اياها انه اكس بتساوي ال اوكي شباب اوكي تمام. طيب هلا انا عندي اياها مثبت هون فيكست سبورت كلام دي سبورت اوكي اوكي. هلا y of 0 بتساوي عندي اياها 0 ليش عشان عندي اياها ثابت. وكمان ميزه الكانتيليفر بيم او الفيكست سبورت هاي انه الديريفاتيف اوف y عند ال 0 كمان عندي اياها 0 انه y برايم اوف 0 بتساوي كمان عندي اياها 0. هلا عندك ثابتين انت بدك هون تو باوندري كونديشنز. انا عندي y of 0 بتساوي عندي اياها 0 و y prime of 0 بتساوي عندي اياها 0 two equations two unknowns بطلع منهم c1 and c2. هلا ثاني نوع او الثاني most common type عندي اياها simply supported beam. simply supported beam عندي اياها beam طوله l اوكي. هلا عندي اياها مثبت هون ب pin support هون كمان عندي اياها مثبت ب roller support اوكي. هلا y عند ال 0 اذا كانت عندي هاي انه x هون بتساوي عندي اياها 0 اذا y of 0 عندي اياها 0 ليش؟ عشان عندي اياها مثبت ما راح يصير فيه اي deflection اوكي. وكمان اذا ال point هاي عندي انه x بتساوي عندها l y of l كمان عندي اياها 0 عشان عندي اياها مثبت هون عند ال support الديفلكشن دائما عندي اياها 0 اوكي شباب. الديفلكشن دائما عند ال support عندي اياها 0. هلا في حالة الكلام دي support او ال fixed support هذا الديفلكشن عندي اياها 0 والمشتقة اللي راح نسميها كمان شوي السلوب كمان عندي اياها 0 اذا ال deflection عندي اياها 0 والسلوب كمان عندي اياها 0. السلوب عندي اياها المشتقة تبعت الديفلكشن اوكي شباب اوكي. السلوب اللي كنا بنحكي عنه قبل شوي ثيتا اكس اور اوف انه اكس بتساوي عندي اياها واي برايم اوف اكس اللي راح تكون عندي اياها اذا بنشتق واي هاي حيكون عندك ثيتا اكس بتساوي عندي اياها 1 على اي اي في التكامل من 0 الى اكس ام اوف اكس دي اكس زائد سي 1 اوكي. اذا بنشتق الايكويشن هاي بالنسبه لاكس هاي بتصفر عندي وهاي راح تصير عندي اياها سي 1 اوف اكس اور تايمز اكس اوكي شباب اوكي اوكي تمام. طيب نشوف فيها مثال. هاي مثال عندك كانتيليفر بيم عندك المحاور هون انو اكس هون عندي اياها واي اذا هون عندي اياها واي اوف 0 وهون عندي اياها واي اوف ال اوكي شباب. البيم
في عليه فورس بي طوله ال. اوكي، طالب منك انك توجد الاستيك كيرف فورمولا، او انك توجد واي اوف انه اكس، والمطلوب الثاني انك توجد السلوب ات البوينت اي، البوينت اي اللي عندي اياها هون. اوكي اوكي، هلا احنا بنعرف انه الاستيك كيرف فورمولا واي اوف اكس عندي اياها بتساوي 1 على اي اي في كل الترم هذا. اوكي، هلا هون عندك شو في المجاهيل، الام المومنت از ا فانكشن اوف السبيس انه اكس زائد السي 1 واللي سي 2. هلا قلنا قبل شوي السي 1 واللي سي 2 هذول عندي اياهم بنطلعهم من الباوندري كونديشنز اللي عندي اياهم ايش، واي عندي اللي سبورت عندي اياها 0، والسلوب او المشتقه عند السبورت كمان عندي اياها 0. اذا y of l بتساوي عندي اياها 0، y prime of l او theta of l بتساوي عندي اياها 0. هلا اضل بدي ايش كمان، بدي المومنت m as the function of x. اوكي، هسه كيف بدك تطلع المومنت of x هاي؟ كيف هلا بدك ترسم free body diagram. اوكي، بدك تعمل او انه بدك توجد شير مومنت ديكرام، منها طلع معادلة المومنت از فانكشن اوف الفاريبل اللي عندي هون انه اكس. اوكي شباب، هلا كيف احنا كنا بنرسم او كيف كنا بنطلع شير مومنت ديكرامز اوف ا بيم؟ بدك تعمل سكشن على مسافه عندي اياها اسميها اكس هون. اوكي، نرسم فري بودي ديكرام للسكشن هاي، منها بطلع الفي الشير والام المومنت. اوكي، هلا هون انا عندي السكشن هون على مسافه عندي سميناها انه اكس. اوكي، والفري بودي ديجرام تبعها عندي اياها هون، راح يكون عندك فورسز البي وعندي الشير فورس بي بتساوي عندي اياها ماينس بي. تنساش هون عندي الساين كنفنشن انه الفي لازم تكون عندي اياها لتحت والمومنت عندي كاونتر كلوك وايز. اوكي شباب، الفي قيمتها ماينس بي والمومنت ام عندي ماينس بي تايمز الطول اكس. اوكي شباب، اذا الام عندي معروف صار انها ام بتساوي ماينس بي اكس. اوكي، بعوضها هون عندك صار واي اوف الفاريبل انه اكس هون عندي اياها التكامل اوف التكامل اوف الام، ام عندي اياها ماينس بي اكس دي اكس الكل دي اكس بلس سي 1 اكس بلس سي 2. صح، هلا لو نحسب التكامل اللي عندي اياه هون هاد بس. اوكي، التكامل من 0 الى اكس بي اكس اوف الماينس بي اكس دي اكس، التكامل هذا عندي اياه راح يكون ايش؟ ماينس بي اكس تربيع مقسوم على 2. صح، اذا الايكويشن عندي اياها صارت انت فيها تغير ايش؟ انه حسبت التكامل هذا بس اللي عندي اياه هون. اوكي، هلا عندي صار في تكامل ثاني بدي اياه بالنسبه لاكس، هسه لو بنكامل هاي راح يكون عندي اياها ماينس بي اكس كيوب مقسوم على 6. صح، اذا واي اوف انه اكس عندي اياها صارت 1 على اي اي في ماينس بي اكس كيوب على 6 بلس سي 1 اكس بلس سي 2. هلا عندي هون في 2 انونز سي 1 اند سي 2، هذول قلنا بنطلعهم من الباوند كونديشنز اللي حكينا عندنا اياهم ايش؟ واي عند الطول ال عندي اياها 0، بعوض هون انه اكس عندي اياها ال وبنساويها بالزيرو، عندي y of l بتساوي 0 راح يكون ديها بتساوي 1 على e i of minus p l cube مقسومة على 6 plus c1 l plus c2، محل انه x عنديها صارت l. اوكي شباب، اوكي، هسا خليني اطبق البوند هاري كونديشن الثاني اللي هو عندي تبع السلوب y prime of l بيساوي 0. قبل لا اطبقه لازم نشتق ال y هاي اللي عندي اياها y prime of x بتساوي عندي اياها 1 على e i of minus px تربيع 2 plus c1. اوكي، بطبق هون
بوند هري كونديشن واي برايم اوف ال بتساوي جيز الزيرو بتساوي عندي واحد على اي اي في ماينس بي ال تربيع اثنين بلس سي 1 هل هاي عندي اياها بتشطب اوكي منها راح يطلع معك سي 1 عندي اياها نص بي ال تربيع هسه هاي لو بعوضها هون راح يظل عندك انه في مجهول واحد بس اللي هو عندي اياه سي 2 راح يطلع معك سي 2 عندي اياه ماينس ثلث بي ال كيوب اوكي شباب هلا عندي قيمه سي 1 اند سي 2 بعوضهم في الايكويشن هاي مع شويه ماثماتكس راح يطلع معك y of انه x هتكون عندي اياها p على 6 ei افتح قوس minus x cube plus 3l تربيع x minus 2l cube هاي عندي اياها الاستيك curve فورمولا اللي عندي اياها طالبها بالمطلوب نمبر 1 اوكي شباب اوكي هلا المطلوب الثاني بده منك السلوب at البوينت a احنا بنعرف السلوب عندي اياه مشتقة ال y او ثيتا اوف x عندي اياها y برايم اوف x اوكي اند انه عندي ال بوينت a انه x عندي اياها 0 صح؟ فهسا اذا بنشتق ال y هاي بالنسبة ل x ثيتا اوف x حيكون عندي اياها p على 6 e i افتح قوس ماينس 3 x تربيع بلس 3 ال تربيع عوض لي فيها ثيتا اوف 0 او انه اكس خلي لي اياها 0 راح يطلع معك ثيتا اوف 0 اللي هي عند البوينت A تكون عندي اياها بي ال لتربيع مقسوم على 2 اي اي اوكي شباب طيب هلا في شغله ثانيه اذا بدي منك توجد واي ماكسيمم اوكي هلا واي ماكسيمم انه الماكسيمم ديفليكشن هلا احنا هون عندي اياها سهله انه الماكسيمم ديفليكشن حيكون عندي عند اللي بوينت او انه اكس عندي اياها 0 اذا واي ماكس حيكون عندي اياها واي اوف 0 اللي راح تصفر عندي هاي وهاي راح يظل عندك انها ماينس بي على 3 اي اي في ال تربيع صح عندي اياها بالماينس كانت ليش عشان لما اطبق الفورس بي ال الديفليكشن هون عندي يا تحت او عندي يا بالماينس اوكي طيب هلا في كيسز احنا مش بالسهوله نعرف وين الواي ماكسيمم مش بالسهوله شو بدك تعمل هون هسا اذا ذاكرين بالتوجيه اذا بدك توجد ماكسيمم فاليو اوف فانكشن او مينيمم فاليو اوف فانكشن بتشتق الفانكشن هذا وبتساويه بالزيرو تطلع منه اللوكيشن تبع الماكسيمم اوكي بعد ما طلع اللوكيشن تبع الماكسيمم بعوضه بالايكويشن الاصليه اللي كانت عندي منها بطلع الماكسيمم فاليو اوكي نشتق بنساوي بالصفر بطلع قيمه انه اكس القيمه هاي بعوضها في قيمه الفانكشن واي اوف انه اكس اوكي شباب هاي بيسك ماثماتكس اتوقع الكل لازم يكون بيعرفها اوكي خلصنا هيك تشابتر 9 هلا في تشابتر 9 بدي منك بس السكشن 9.1 9.2 and 9.3 اوكي بس بدي منك اول 3 سكشنز من تشابتر 9 موستلي احنا خلصناهم هون اذا بدك اسئله اتحلها على تشابتر 9 ترجع للموديل في عندك كم من سؤال يحلهم اتوقع انك راح تكون جاهز الى تشابتر 9 كامل اوكي خلصنا يعطيكم العافيه